يبدا بنستعين عليه نتوكل منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام اسعد الله مساكم بكل خير، تحيه هنا من تحفه ميادين سباقات ميدان المرموم في هذا اليوم، هو ثاني ايام ختام تمهيد المرموم. مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التي تعلن انطلاقها دائما كالعادة مع بداية التحديات والإثارة على أرضية هذا الميدان هنا في كل موسم. بسم الله وعلى بركة الله، يعطيت الإشارة لانطلاق أول الأشواط في هذه الجولة، الجولة الأولى، جولة الساعات والتي تحمل هذه النوعيات المميزة هنا من سن الإذاع ومنافسات هجني أصحاب السمو والشيوخ. على بركة الله أعطيت الإشارة انطلاق أول الأشواط، شوطنا الخاص بالأفكار المحليات الأصايل في انطلاقنا هنا الأول بعد الترحيب بكل الحضور الكريم ومشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة للحدث هنا من أرضية هذا الميدان. نرحب بالجميع ونتابع المقدمة والصدارة والانطلاقة الأولى. أذهب إلى الشاهينية في قيادة المركز الأول من خلال هذه اللحظات لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، تليها في المركز الثاني أيضا الشاهينية في ثاني المراكز لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث تتواجد أيضا في الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، ويقود أيضا غياث الهلالي المركز الرابع في هذا الانطلاق بشاهينية أخرى تحدد مسار شاهيني يبدأ بانطلاقة أول الأشواط. وفي التحديات المركز الخامس هنا وجود الشاهيني لهجن العاصفة مع انطلاقة التحديات في هذه اللحظات مع غياث الهلالي، بينما على المركز الذيبة تأتي في المركز السادس من خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكدوم سعيد بن عبيد بن مروشد أيضا في المتابعة، بينما على المركز السابع أذهب إلى صفوة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع راشد بن سالم بن بخيت الاشتبي. هنا على المركز التاسع في هذه الانطلاقة تظهر هناك هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري في هذه الانطلاقة، وصوغة تأتي على المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان مع محمد بن غريب بن راشد الاشتبي. هذه المراكز أول نداءات في هذا اليوم وهذا المساء المميز، مساء التحدي، مساء الإذاع ومسافة الخمسة كيلومترات التي تعلن هنا الانطلاق في هذا الشوط المثير والذي يحمل هذه البداية الأولى الموفقة هنا بانطلاق شاهيني يحمل هذه الانطلاقات وهذه التحديات. أعود للمركز الأول، الشاهينية على الصدارة من خلال هذا الانطلاق لهجن العاصفة مع غياث الهلالي كعادة دائما، الهلالي والهجوم المبكر على الناموس في انطلاقات كافة الأشواط والتحديات. الشاهينية على المركز الثاني أيضا بنفس الشعار العاصفي من خلال هذه الغياث الهلالي يتواجد انطلاقة، بينما المركز الشاهينية في المركز الثالث والرابع والخامس خماسية تقود هذه الانطلاقة هنا تحمل شعار العاصفة وهجنها في هذا الاندفاع هنا من خلال التواجد في هذا الختام هنا في ثاني الأيام مع انطلاق هذه الجولة الأولى، جولة الساعات التي تحمل الكثير من الإثارة ومن الاندفاعات. هنا على المركز السادس تأتي صفوة في المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع راشد بن سالم بن مخيت الاشتبي، بينما على المركز السابع هنا دخول هملوله لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري الذي يقوده، وهناك ايضا هنا صوغه في المركز الثامن لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان محمد بن غريب بن راشد الاشتبي الذي يقود هذه الانطلاقات. اما المركز الثامن فهنا شواهين
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المقدوم جاسم بن سالم المسافري الذي ينطلق ايضا مع هذه اللحظة وهذا المسار. هنا الانطلاقات، هنا الكل يبحث عن تواصل الاندفاع في هذا الشوط الأول، تحقيق انتصار، ونحن هنا نقارب هذا المنعطف، نسير مع هذه الانطلاقة، نطالع وغياث الهلال يراقب هجنه من بعد من خلال هذه الانطلاقات والتحديات، والكل يقارب لوحة الإعلان التي ستكون مع انطلاقة هذا الشوط في نهايته. هنا تحمل العنوان الرئيسي العاصفة ثم العاصفة والعاصفة في القيادة الأولى في هذه اللحظات إلى المركز الأول مباشرة، متابعة من كل اللي يتابعون ويراقبون هذه اللحظات. 1200 ما تبقى على ختام هذا الشوط الأول، وهنا المنافسة الشاهينية العاصفية التي تحمل هذه المقدمة الخماسية هنا تسير من خلال هذا المسار، تندفع هناك برباعية مميزة في انطلاقات هذا الشوط الأول الخاص بالمحليات والنوعيات المميزة التي تأتي أيضا في هذا السن، سن التحدي، في انطلاقة موفقة تحمل كل الإثارة والانطلاقات، ما شاء الله وتبارك الله، نقولها شكرا غياث الهلالي على هذا الأداء الممتع، هذا الأداء الممتع والمشوق لكل المتابعين والمراقبين من خلال تسلسل هذه الانطلاقات وأيضا اندفاعها بشكل جميل في هذا الشوط الأول في هذه الانطلاقة. التهنئة والناموس إذا من خلال انطلاقتنا في هذه اللحظات إلى الهجن العاصفية ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا غياث الهلالي، ما شاء الله إبداع وإمتاع في سن الإبداع الذي يأتي أيضا مع هذه اللحظات، سن الإذاع المميز في هذه الانطلاقة المميزة، ما شاء الله وتبارك الله. الصدارة عنوانها العاصفة، والمراكز الأولى عنوانها العاصفة ثم العاصفة ثم العاصفة والعاصفة والعاصفة، تعلن هنا التواجد مع هذه الانطلاقات على المركز الأول مع الاقتراب في هذه اللحظة مع خط النهاية وقيادة هذه الخماسية التي تعلن مسمى العاصفة على المراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، ما شاء الله وتبارك الله. نعود مع التوقيت الزمني من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا المسار لمتابعة الاندفاع في هذه اللحظات والعودة إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظة في هذا المسار. شوف العاصفة تحمل أيضا هذه الانطلاقة وتحمل هذه 7 دقائق 35 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية، تهارينا والناموس للعاصفة وهجنها على هذه الانطلاقة. المركز الثاني 7 دقائق 35 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية، أيضا تهارينا والناموس للعاصفة وهجنها في هذه الانطلاقة بالمركز الثاني، والمركز الثالث أيضا حمل شعار العاصفة في هذه اللحظات. 7 دقائق 36 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لازلنا نتواصل ويا